خليني هنا وعلى نفس ذات السياق أستأذنكم إن إحنا هننتقل إلى شرم الشيخ وزميلي العزيز محمود جميل عن آخر الاستعدادات لقمة المناخ من شرم الشيخ. ازيك يا محمود؟ هات ما عندك. اهلا بيك يا يوسف وبكل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة في كل مكان. استعدادات هنا في مدينة شرم الشيخ بتتم على قدم وساق في كل النواحي المختلفة، بتشهد اعمال تطويرية في كل المشروعات، سواء بنتكلم عن طرق، سواء بنتكلم عن ممشى سياحي، بنتكلم عن وسائل المواصلات الذكية اللي انت كنت لسه بتتكلم فيها. فهنا مدينة شرم الشيخ الحقيقة اللي ما جاش مدينة شرم الشيخ من 5 شهور تقريبا هيجي دلوقتي هيلاقي الوضع متغير تماما. مدينة شرم الشيخ قدرت في يعني أشهر قليلة جدا أنها تغير شكل المدينة بشكل كامل، أنها تتحول لمدينة خضراء صديقة للبيئة استعدادا لقمة المناخ COP27. خلاص احنا بدأنا العد التنازلي في استضافة قمة المناخ، ففي مشروعات بتتم على أرض المدينة وقاربت من الانتهاء بنسب معدلات كبيرة جدا. فلو هناخد كده جولة سريعة في المشروعات اللي بتتم في مدينة شرم الشيخ، أهم هذه المشروعات المنطقة اللي احنا موجودين فيها منطقة خليج نعمة، وهي من أهم وأشهر المناطق السياحية في مدينة شرم الشيخ. طريق خليج نعمة أو الممشى السياحي الخليج نعمة اتغير تماما. من أول ما بتدخل طبعا بتشوف الواجهة وبتشوف المحال التجاري، المحال اللي موجودة والبازارات والكافيهات، الواجهات بتاعة المحلات اتغيرت تماما، بقت كلها مصممة على شكل واحد بيخدم الهوية البصرية اللي موجودة لمدينة شرم الشيخ. الممشى السياحي اتغير، الشارع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هو شارع السلطان قابوس، تم تطوير الأرصفة وتم تطوير الممشى السياحي، وهيكون في حديقة مصغرة موجودة فيها بعض المساحات الخضراء، وده يعني بيتم الاعتماد عليه في مدينة شرم الشيخ بشكل كبير جدا، انتشار المساحات الخضراء والحدائق المركزية لدعم توجه الدولة في أن تتحول مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء. بجانب خليج نعمة هيكون عندنا كمان شارع ملك البحرين، هيكون في ممشى سياحي جديد شبه الممشى السياحي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي في شارع السلطان قابوس. وبالقرب من خليج نعمة عندنا اهم ممشى سياحي تم انشاؤه في مدينة شرم الشيخ على طريق السلام. طريق السلام هو من أهم الطرق اللي موجودة في مدينة شرم الشيخ، وبيربط كل الطرق المؤدية لقاعة المؤتمرات اللي هيتم انعقاد المؤتمر فيها، وكمان الفنادق المحيطة بقاعة المؤتمرات واللي هيتواجد فيها وفود المؤتمر. الممشى السياحي ده ممشى سياحي جميل جدا، على جانبي طريق السلام هيكون بمساحة 6 كيلومتر، الزائر اللي هيجي هيقدر يتمتع بجولة ترفيهية جميلة جدا على الممشى السياحي. بنتكلم انه هيكون في موجود حوالي 82 محل تجاري، المحلات دي طبعا هتؤدي كل الخدمات سواء التجارية أو الترفيهية أو أي خدمات هيحتاجها طبعا المواطنين إلا هيكونوا موجودين. ده بالإضافة طبعا للتطوير اللي بتشهده يعني الطرق عامة، سواء طريق الملك سلمان أو الطريق الدائري في مدينة شرم الشيخ. لو تجولت كمان في مدينة شرم الشيخ وانتقلت لمنطقة أخرى مهمة جدا، وهي منطقة السوق القديم، هناك المنطقة بيتم فيها تطوير على أعلى مستوى، بيشمل حاجتين: إنشاء وتطوير. بيتم انشاء منطقه مصر القديمه، دي هتبقى على غرار كده الاحياء التاريخيه والاسلاميه القديمه زي سور مجرى العيون والمباني اللي موجوده كده في شارع الجوريه وشارع المعز، الحاجات اللي هي بتدي رساله للسائح وبتعرفه بحضاره مصر الاسلاميه القديمه. وكمان المباني دي هتتسمى على الاسامي اللي موجوده في قاهره المعز زي الجوريه، الناصر قلاوون، شارع المعز، وبالتالي المباني دي هيكون فيها طبعا كافيهات ومطاعم وخدمات ترفيهية. ده بالإضافة لمنطقة الشلالات اللي بتشهد طبعا تطور كبير جدا، بالإضافة أنه هيكون في تطوير في محيط مسجد الصحابة، هيكون خاص طبعا بنافورة ثابتة بيتم تطوير إنشائها الآن. النافورة دي هيكون حواليها طبعا مساحات خضراء كبيرة جدا. جدير بالذكر يعني بالإضافة للي كنت بتتكلم فيه عن وسائل المواصلات الذكية، مدينة شرم الشيخ بتعتمد اعتماد كلي الفترة الجاية على استخدام الأتوبيسات الكهربائية
الجاية على استخدام طبعا التاكسي اللي هيشتغل بالغاز الطبيعي. احنا النهاردة كنا موجودين في احدى محطات الشحن الخاصة بالاتوبيسات الكهربائية. المحطة دي يا يوسف هي الاكبر في الشرق الاوسط والاضخم في الوطن العربي، وهي الاولى من نوعها في افريقيا. المحطة دي هتقدر ان هي تشحن 140 اتوبيس. الشاحن الواحد في المحطة دي هيقدر ان هو يشحن اتوبيسين موجودين في نفس ذات اللحظة، فبالتالي هيكون في تطوير كبير جدا خاص بوسائل النقل الذكية، بحيث ان المواطنين اللي هيكونوا موجودين وكمان الوفود اللي هتكون مشاركة هتقدر ان هي تتمتع بالخدمة دي. ده بالاضافة انه هيكون في بعض الفنادق هيكون في طبعا محطات لشحن الاتوبيسات الذكية. فبالتالي عيني. مدينة شرم الشيخ يعني في مشروعات كبيرة جدا علشان تخدم فكرة التحول للأخضر وانها تكون مدينة خضراء. هنتابع معاكم اكيد يا يوسف وكل الحلقات اللي جاية البرنامج التاسعة كل ما هو جديد على ارض مدينة شرم الشيخ. برجع لك مرة تانية حبيبي يا محمود. لا ده احنا مش هنسيبك، ده احنا كل يوم هنفضل قاعدين لك كده. محمود فئة هتقولنا محمود جميل يقول لنا، لانه من الواضح من كلامك يا محمود ان كل يوم في حاجة جديدة بتحصل في شرم. انا كنت هناك في يناير اللي فات على سبيل المثال، فانا مش متصور كل اللي انت بتقوله ده لحق اتعمل امتى. اولا خليني اشكرك اولا زميلي العزيز محمود جميل عن يعني هذه الرسالة الرائعة ومجهوداتك المستمرة معنا ببرنامج التاسعة حودة. الف شكر ليك، كل الشكر لمحمود جميل. استعدادات مصر لقمة المناخ COP27 يا جماعة. وتسألني انت ازاي يعني ليه عندك كل هذا الحماس؟ خد بالك الجملة اللي قالها محمود فيما يتعلق بأكبر محطة في مصر وفي الشرق الأوسط في المنطقة العربية وفي إفريقيا لشحن الأتوبيسات الكهربائية. لا ده احنا بنعدي قوي، مش هقولك عدين، احنا بنعدي ولسه بنعدي. مصر أصبحت تنافس نفسها في هذه المنطقة، حقيقي هي البلد القائد والرائد. مين يعرف يقول كلام تاني غير كده؟ ما ظنش.